لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا شرعنا في الحديث حول هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، من تفسير الإمام الجليل إسماعيل ابن كثير رحمه الله، ووقفنا عند أول صفة من صفات المتقين. أول صفة هي أنهم يؤمنون بالغيب، وانتهينا منها وقلنا إن أقوال العلماء كلها إذا أضفناها جميعا وتلاحمت مع بعضها تؤدي المطلوب. البعض قال يؤمنون بالغيب، قال بغيب الإسلام، والبعض قال يؤمنون بالغيب يؤمنون بالقدر، والبعض قال يؤمنون بالغيب يؤمنون بالملائكة، والبعض قال بالرسل، وهكذا. فالإيمان بالغيب يشمل ذلك كله، يشمل ذلك كله، كل ما غاب عنا من ديننا فهو من بين ما يؤدي هذا المعنى، الذين يؤمنون بالغيب. نعم نعم، يؤمنون بالله، يؤمنون بالله طبعا، هو أول أركان الإيمان، هو أول أركان الإيمان. الله عز وجل حدثنا عن نفسه عن طريق نبينا الموحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم، عرفنا ربنا عز وجل بربوبيته عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، وعن طريق القرآن عرفنا ربنا عز وجل بإلهيته عن طريق القرآن كلام الله عز وجل، وعن طريق سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عرفنا ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كلها عرفناها من القرآن الكريم كلام الله ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل الإيمان غيب كله، ولذلك أول صفة من صفات المتقين يؤمنون بالغيب كده دون جدال. ما صح من ديننا، من إسلامنا، من الإيمان يؤمنون به ويسلمون تسليما. والإيمان هنا لا يصح كما قلنا إلا إذا كان إيمانا يقينيا، لأن قلنا الإيمان من حيث اللغة هو التصديق، ومن حيث الشرع هو التصديق اليقيني المستلزم عمل الجوارح في هذا الاتجاه الذي تؤمن به، تؤمن تصدق، هذا لغويا الإيمان التصديق، ولكن شرعا التصديق اليقيني علامته إيه؟ الجوارح تعمل، اللسان ينطق، القلب يعمل، القلب يقول يصدق، ولكنه له عمل، النية والخوف والرجاء والاستعانة والإخبات والخوف وكل هذا، وطبعا عقد النية كما قلنا، كل هذا من أعمال القلب. وكذلك الجوارح أيضا تؤدي دورها، كل جارحة تؤدي دورها في هذا المضمار. فالإيمان كما قلنا غيب كله، وينبغي أن نصدق التصديق اليقيني بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة الثانية يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يعني ابن كثير يقول ما معناه، ما لنا نذهب بعيدا، هذا يقول نؤمن بالقدر، وهذا يقول نؤمن بالله، وهذا يقول الإيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة، وكذلك في تأويلهم للمتقين
أولئك هم المتقون. منهم ما قالوا كلاما قال وما لنا نذهب بعيدا. فصفات المتقين بعد ما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم شرع ربنا يبين من هم المتقون في هذه الآية. فأول صفة من صفاتهم هم المؤمنون، هم المحسنون، هم الصالحون. أول صفة من صفاتهم يؤمنون بالغيب. الصفة الثانية ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول ابن عباس رحمه الله أو رضي الله عنه أي يقيمون الصلاة بفروضها، وهذا هو المطلوب منك لزاما، لزاما أنت مسؤول وستسأل عن الفروض. لكن يعني عظمة السنن أنها تكمل الفروض في هذا المضمار، يعني قد تكون قصرت في ركعة أو قصرت في ركعة من الفرض أو قصرت في فرض من الفروض أو أكثر، تأتي السنن لتعالج هذا الخلل، فأنت تحتاج إلى السنن. ولكن هو قال يقيمون الصلاة الواجبة المفروضة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها. إقامة الصلاة إتمام ركوعها وسجودها وما يتلى فيها من قرآن، والخشوع في الصلاة والإقبال عليها، كل هذا من إقامة الصلاة. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، كله كويس مطلوب. وقال مقاتل ابن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إقامة الصلاة. يبقى إذن يقيمون الصلاة يحسنون أداءها في مواعيدها بكل أركانها، يتوضؤون لها الوضوء الصحيح، يقبلون عليها بقلوبهم، يتمون الركوع والسجود والتلاوة والقراءة، كل هذا من إقامة الصلاة. وعن علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أمواله. كأن ابن عباس هنا يتكلم عن ما ينبغي للعبد المسلم أن يؤديه في هذا الإطار، أداء الزكاة المفروضة، زكاة الأموال. وعن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومما رزقناه ينفقون قال نفقة الرجل على أهله. وطبعا هذا كان قبل أن تنزل الزكاة، قبل أن تنزل الزكاة كانت النفقة الواجبة الوحيدة هي نفقة الرجل على أهله. فيبقى لما تجمع الاثنين مع بعض ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون على عيالهم، كل من تعول أهلك الذين أنت مسؤول عن إعالتهم، تؤدي الواجب لأن الله عز وجل يعني ألزمك بأهلك، زوجتك يعني أو أكثر من زوجة، وألزمك بعيالك، وقد تكون أنت وليا على أحد غيرهم، قد يوليك الشرع على أحد غير أولادك، ربيبتك مثلا تتزوج امرأة عندها طفلة صغيرة يتيمة، لابد أن تنتبه وأن تحسن تربيتها كأنك تربي ولدك بالضبط. طبعا كل مولود ولد، كأنك تربي ابنتك بالضبط، فأنت تربي هذه البنت التي كلفت بإعالتها، أنت وليها. يبقى كل من أنت ملزم بالإنفاق عليه، يبقى ومما رزقناهم ينفقون. وقال الضحاك كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات، سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. إنما الصدقات نسخت كل ما قبلها وأثبتت النفقة فين، صدقة فين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب إلى آخر
مصادر الإنفاق، 7 آيات في سورة براء. وقال قتادة: ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله. هذا كلام قتادة، الله يقول: ومما رزقناهم ينفقون أنفقوا مما أعطاكم الله. وأنت تنتبه الآن وتنظر إلى الأغنياء، ما بالهم يتوقفون عن الإنفاق؟ ما بالهم؟ هذه الأموال أين ستذهب بعد ما هم يموتون؟ أين ستذهب هذه الأموال؟ يعني هو الكفن، زي كفن أقل فقير، أفقر الفقراء نفس الكفن. ما لهم يمسكون هذا الإمساك ويبخلون هذا البخل؟ يعني أنا في بلدنا في مصر، لو أن كل غني أدى ما عليه وأنفق ما بقى في مصر واحد فقير. إنما هذه المليارات، وبعدين يطلع إيده بنص جنيه ولا بجنيه، شيء صعب، شيء صعب. هتعمل إيه بهذا المال؟ الأموال عواري عارية ودائع عندك، توشك أن تذهب وتفارقها. فما بال الأغنياء يمسكون هذا الإمساك ويبخلون هذا البخل. يقول قتادة: فأنفقوا مما أعطاكم الله. وهذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم، توشك أن تفارقها. وابن جرير يختار أن الآية عامة في الزكاة والنفقات. طبعا كل نفقة على أهلك، على زوجتك، على عيالك، على والديك، على من تعول، على كل من وليت عليهم، وكل صدقة مفروضة عليك، زكاة أموال، زكاة رمضان، كل زكاة مفروضة عليك، وكل صدقات مندوبة، يعني لابد أن تتجاوز أيها الغني المفروض، كلها تدخل ومما رزقناهم ينفقون. صفة من صفات المتقين. فالبخيل كأنه يقول: لا أريد هذه الصفة. نسأل الله العافية. الذي يمسك هذا المال، هذا الإمساك، وكلما نما وكلما زاد كلما اشتد بخلا، كأنه يقول: لا، مانيش عايز أنا الصفة دي. سبحان الله، المهدي هو الذي هداه الله. لا يمكن إطلاقا أن تهدي إنسانا كتبه الله في اللوح المحفوظ من الأشقياء، لا يمكن مهما تعمل. إن عليك إلا إيه؟ البلاغ. فأنت تتعجب، أنت بتتعجب، لكن لا بد أن تعرف أن الناس عند رب الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهل الجنة الذين هم أهلها والمكتوبون عند الله أنهم أهلها يفعلون أفعال أهل الجنة، وأهل النار أهل الشقاوة والعياذ بالله. الأشقياء المكتوبون عند الله أشقياء، لا يمكن أن يهديهم أحد، فيفعلون أفعال أهل النار. أحيانا أنت بترى ناس بتتصرف في منتهى العجب ومنتهى الغرابة، ما الذي تفعله؟ تتأمل، بتتأمل. ابن جرير طبعا بيختار أن الآية عام، ومما رزقناهم ينفقون. شوف حتى تركيب الآية، ما قالش وينفقون مما رزقناهم. هي ده الآية عدليتها كده بالبلدي بلغة مصر العامية. الآية كده: ينفقون مما رزقهم الله، أو ينفقون مما رزقناهم. لكن شوف بقى: ومما رزقناهم، شوف التنبيه على أن هذا المال الذي في يدك إنما هو رزقنا الذي رزقناه لك، هذا رزق الله إليك. ولذلك التقديم بتاع ومما رزقناهم، انتبه يا ابن آدم، ليس مال أبيك ولا مال أمك ولا بسعيك وجدك والكلام ده كله، المال بتاعي، المال مال الله. الله عز وجل يملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهن، يملكهم سبحانه، هو المالك الحقيقي. أنت الملك بتاعك ملك مؤقت مجازي لهذا المال، إنما هو لله ما في السماوات وما في الأرض. ومما رزقناه، احنا عندنا رزق اكثر من كده بكتير. ومما رزقناهم، هو رزقنا، هو مالنا الذي يعني اعطيناه لكم، ينفقون. يعرفون انهم
أمناء على هذا المال ويعرفون أن هذا المال لابد أن يكون طريقا بهم إلى الجنة وليس طريقا بهم إلى النار والعياذ بالله. ومما رزقناهم ينفقون. يقول ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة المفروضة وفي النفقات كلها. قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم اللي هم المتقون أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين، يبقى يؤدون المفروض في المال زكاة كانت أو نفقة، نفقت من لزمته نفقته من أهل وعيال وغير العيال ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة، بالقرابة يتيم في حجرك قريب أنت مسؤول عنه، بالملك أما أو عبد وغير ذلك، كل من تلزمك نفقته لابد أن تنفق عليه بما يكفيه يأكل ويشرب ويتعلم ويحفظ ويذهب هنا ويذهب، لازم تنفق ويعالج، لأن الله عز وجل عمن ومما رزقناهم ينفقون. كلمة ينفقون عامة، يبقى على كل من يجب عليك أن تنفق عليه وتؤدي مع ذلك زكاة أموالك للمصادر والأصناف التي حددها ربنا عز وجل في كتابه الكريم في آية إنما الصدقات. وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه، يعني أنت لن تمدح على الزكاة فقط، سواء كانت الزكاة مفروضة أو كانت صدقة تطوعية، لا ده أنت هتمنح على إنفاقك على عيالك وأولادك وأهلك ومن كان يعني مسؤولا عن والديه، الله الله أكبر، من كان مسؤولا عن والديه فيؤدي حق الله فيهما. فالإنسان ممدوح على أدائه للزكاة وممدوح وهو لا يظن بقى أنه أيضا على إنفاقه على من يلزمه نفقته. يقول ابن كثير قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، في آيات كثيرة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، بتجد ده في القرآن كثيرا أن يقرن الله عز وجل بين الصلاة والإنفاق من الأموال للتنبيه أنهما حقان، حق لله وحق لعباد الله. سبحان الله، هذا كأنك أنت توحد الله وتثني عليه وتمجده وتبتهل إليه وتدعوه وتتوكل عليه، وأيضا تحسن إلى المخلوقين بذلك النفع المتعدي إليهم، يبقى هذه الحكمة، الاقتران بين هذا حق لله وهذا حق لعباد الله عز وجل. وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك لما كان فيه إماء وعبيد، ثم الأجانب، يعني مسألة بالترتيب على حسب الأهمية، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة يدخل في قول الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله والمعتهدة بنقول له، وأن محمد رسول الله اللي بقول تكفي كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة، وكما هو معلوم الصلاة ومما يقيمون الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع هو ما يفعله العبد وهو يصلي من ركوع وسجود، أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بشروط مخصوصة، ومعلوم الصلاة كيف تؤدى بالتفصيل. قال ابن جرير وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض
لاستنجاح طلبته، يطلب ويريد لطلبه أن ينجح، يريد من الله عز وجل أن يستجيب، يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله ما يسأل ربه من حاجاته. وقيل هي مشتقة من الصلي، وهو الملازمة للشيء من قوله تعالى لا يصلاها، أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى والعياذ بالله. وقيل هو مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم، كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة، سبحان الله، إلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ده الدليل، لكنها الاشتقاق بتاعها من الدعاء الصلاة، الدعاء هو أشهر وأصح كما يقول ابن كثير. والذين، الصفة اللي بعدها، يبقى يؤمنون بالغيب، ده أمر موطنه فين؟ قلب. شوف، ويقيمون الصلاة، أعمال الجوارح، ومما رزقناهم ينفقون، أعمال الجوارح. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني شوف، المتقون جمعوا بين ظاهر الإسلام والباطن بتاع الإيمان. في حديث جبريل لما جاء صدر به الإمام مسلم صحيحه، جاء على هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد السواد الشعر، لا يرى عليه آثار السفر، مش كده؟ جاء يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، فقال له يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال له وما الإيمان؟ قال صدقت. قال له وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شوف اليقين ده كله بقى هي صفات المتقين، الذي يؤدي ظاهر الإسلام ويؤمن بأركان الإيمان إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل على النحو اللي انتوا بتاخدوه في العقيدة، وكذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا الصفات جمعت الظاهر، يؤمنون بالغيب ده الباطن، جمع الغيب بقى كل أركان الإيمان، وجمعت هنا الظاهر هو أهم الظاهر، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أهو من أركان الإيمان أهو، لأنك أنت لو ما جبتش الإسلام والإيمان في موضع واحد، إذا لم تأتي بالكلمتين في جملة واحدة يبقى مقصود، يرحمكم الله، إذا أنت لم تأتي، إذا أتيت بالإسلام والإيمان في جملة واحدة يبقى حديث جبريل يطبق. الإسلام هو الظاهر أركان دي، والإيمان هو الإيمان بالله وأركان الإيمان. إنما إذا قلت إن الدين عند الله الإسلام، تقول الشهادتين وتقول الصلاة وبس، لا، وما الإيمان بالله وملائكته، يبقى يشمل الدين كله. إذا أنت أتيت بالإيمان، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان في سؤال آخر، قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، فإذا الإيمان مقصود به الدين كله إن أفرد، والإسلام مقصود به الدين كله إن أفرد. والمتقون هم الذين يفعلون هذا وذاك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يصدقون بما جئت به يا محمد وبما جاء به الرسل والأنبياء قبلك، لا يفرقون بين أحد من رسله ولا يجحدون ما جاءوا به من عند ربه. ولذلك دي عقيدتنا، لما نقابل واحد كتابي نقول له نؤمن بما أنزل علينا وما أنزل عليكم، ما لناش دعوة بقى باللي مش أنزل عليكم وأنتم بتقولوا ده من عند الله، ما هذا لا علاقة لنا به، نحن نؤمن بما نزل على نبينا، بما أنزل علينا وما أنزل عليكم، لا نفرق بين هذا وذاك، هذا من عند الله وهذا من عند الله. أيها اليهودي، نؤمن بما أنزل عليكم من عند ربكم كما نؤمن بما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم.
أيها النصراني، نحن نؤمن بما أنزل على عيسى عليه السلام من عند ربه عز وجل، كما نؤمن بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أدي بقى دي، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لا نفرق بين أحد من رسله. ما في هذا من عند الله وهذا من عند الله. وبالآخرة هم يوقنون. الإيمان بالآخرة من أركان، اللي هو الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان. وما فيه بقى بالتفصيل، نؤمن بالبعث، بالقيامة، بالجنة والنار، بالحساب والميزان، وكل ما صح عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الآخرة، من أول ما يحدث، من أول ما خروج روح الإنسان، ما يحدث في القبر، ما يحدث بعد البعث، إلى أن يستوطن المؤمن الجنة بإذن الله عز وجل، نسأل الله لي ولكم ذلك، وأن يستوطن الكافر النار نعوذ بالله منه. كل هذا نحن نؤمن به، كما قلنا إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وبالآخرة هم يوقنون. وسميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا. هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؟ والواو دي تبقى عطف صفات على صفات، هم صنف واحد، فبتقول المتقون هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون؟ نفس الصفة، هي عطف صفات على بعضها، نفس القوم. هل هم موصوفون بما تقدم؟ هم نفسهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طب وإذا ما كانوش هم، يبقى هم، يبقى من هم؟ عندنا ثلاثة أقوال، ودي قصها ابن جرير رحمه الله. القول الأول أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن من مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيره، وده قول مجاهد، وده القول الراجح. كل مؤمن موصوف بهذه الصفات، يؤمنون بالغيب، هم المؤمنون، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هم لازم يكونوا يؤمنون بما أنزل إليك. الصفات كلها تتعلق بكل مؤمن، لا يتم إيمان المؤمن ويسمى مؤمنا إلا إذا اتصف بكل هذه الصفات. ده القول الأول، وهو القول الراجح دون شك إن شاء الله. القول الثاني، هو قال كده أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن من مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيره. طيب والثاني هم واحد، وهم مؤمن أهل الكتاب. يعني الآية، الآيات الثلاثة دول تتعلق بمؤمني أهل الكتاب، وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فعطف الصفات بعضها على بعض، والموصوف واحد، قال هم مؤمنوا أهل الكتاب. طيب قول الثالث، أن الموصوفين أولا مؤمنوا العرب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خلاص بقى ده الموصوفين أولا مؤمنوا العرب، والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، مؤمنوا أهل الكتاب. وهذا نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وبعض أناس من الصحابة، واختاره ابن جرير. ابن جرير يستشهد ان الآيتين الأولانيين لمؤمن العرب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مؤمنوا أهل الكتاب، بيستشهد بقول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. هذا استدلاله.
ويستشهد أيضا بقول الله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ماشي، ما فيش ما يمنع. وبما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه سيده، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها. طيب، يقول ابن كثير: وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي. هذه يعني علشان يمشي كل صنف مقسم من 2 في الآيات اللي بتتعلق بالمؤمنين والكفار والمنافقين. يقول ابن كثير: قلت والظاهر قول مجاهد الأولاني، 4 آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين عموما على إطلاقهم، وآيتان في نعت الكافرين، و13 في المنافقين. فهذه الآيات الأربع اللي هي في نعت المؤمنين عامات في كل مؤمن اتصف بها، عربيا كان أو أعجمي، كتابيا كان أو غير كتابي، إنسيا كان أو جني. لا يمكن تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى. كلام حد عنده اعتراض فيه؟ لا يمكن. لازم تكون، إذا أردت أن تكون من المتقين، تؤمن بالغيب وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنفق مما رزقك الله، ولازم تؤمن بما أنزل على نبيك وما أنزل من قبله، ولازم بالآخرة تؤمن وتصدق تصديقا يقينيا جازما. لا يمكن أبدا صفة تختل ولا تنفك عن صفة فيما يتعلق بالمؤمن. فلو أن مؤمنا عربيا قال أنا لا أؤمن بما أنزل على الأنبياء قبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكفر. الآيات الأربعة دي تتعلق بكل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. يعني الكافرين 2 والمنافقين 13. أو 14 كمان. ما هو أمر محير كما سوف نرى، أمر محير. نعوذ بالله منه. بل كل صفة من هذه الصفات تستلزم الأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والزكاة اللي هي في مؤمن العرب كما يقولون إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل. دي مش صفة أهل الكتاب بس، ده الأهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين بس خصيصة في الحتة دي، إنهم آمنوا بما جاء على نبيهم ثم آمنوا بما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية. فلذلك هم يؤتون أجرهم مرتين. لكن فاكرين احنا قلنا حاجة زي كده قبل كده، لكن هل يعني ذلك أن النصراني الذي آمن أو اليهودي الذي آمن إيمانه أفضل من إيمان عمر وأفضل من إيمان أبي بكر وأفضل من إيمان علي؟ لا 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 بالمرة. فمن العرب من هو إيمانه يثقل على إيمان اليهودي الذي آمن أو النصراني بكثير، إنما الحيثية دي تجعله يحظى بالأجر مرتين، بس الأجر أقل من أجر المؤمن العربي، المؤمن اللي هو آمن من العرب من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فقد يكون هو بياخد بس آمن، لم صدق بغيب جاء به نبيه، ثم لما جاء خاتم الأنبياء والمرسلين كان هو مؤمن بكل نبي يأتي بعد نبيه، صدق أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالحيثية دي بتثقل ميزانه، لكن لا يعني أنه أفضل إيمانا من
عمر ومن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. وقد أمر الله المؤمنين بذلك كلهم، ده عامل زي مثل زي مثل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يبقى نفرق ليه بين الصفات دي، نقول دي تتعلق بالعرب وتتعلق بأهل الكتاب؟ لا، بكله. قال أيضا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وقال أيضا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي والقرآن أيضا والقرآن. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال أيضا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما في أيديهم مفصلة، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلة كان لهم على ذلك الأجر مرتين. أما نحن فنؤمن بما في أيدينا مفصلة ونؤمن بما في أيديهم مجملة، هذا هو المطلوب منا. لا نعرف تفاصيل الشرائع لكن نقول نؤمن بما أنزل الله على عيسى في الإنجيل ونؤمن بما أنزل الله على موسى في التوراة وهكذا. وأما غيرهم فإنما يحصل لهم الإيمان بما تقدم مجملة كما جاء في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هو ده المطلوب، آمنا بالذي أنزل إلينا تفصيله وبالذي أنزل إليكم كما أنزل إليكم. مش تروح تفتح الإنجيل ولازم تقرأ كل ما فيه وتقول إن أنا هنسأل عنه، لا هذا لا يصح، وكذلك التوراة لا، إنما نؤمن بكل ما نزل عليك. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق واليقين ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهم، والله أعلم. ده الكلام المظبوط. يعني إيه؟ يعني من التصديق ما ينيف، ما يزيد. نعم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى أنت لازم فائدة أنك ده درس اسمه تدبر القرآن، مش كده ولا إيه؟ مش تفسير القرآن، يعني تدبر القرآن. ما هو انعكاسه عليك أيها الأخ الفاضل؟ أن تعمل، فهمت الآية؟ تعمل بها. أنت تريد الفلاح ولا لا؟ الفوز يعني. تريد الفلاح. أنت تريد أن تكون على هدى من ربك ولا لا؟ مش هذا يعني غايتك وبحثك ورغبتك أن تفوز بالجنة؟ هذه صفات من يريد الفلاح، هذه صفات من هو على هدى من رب. يقول الله عز وجل أولئك، يعني الموصوفون هذه الأوصاف اللي هم المتقون، يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. هتجد أنت في القرآن أوصاف كمان زيادة فيما يتعلق بالمتقين، لكن دي كده موضوعة في مقدمة القرآن لكي نعيها ونتدبرها ونكون من أهلها. احرص أن تكون من أهلها. الإيمان بالغيب أظن ما فيهاش إشكال، لأن لو أحد
مش مؤمن بشيء صح من أخبار الغيب يكفر. ويقيمون الصلاة ركوعها وسجودها وأوقاتها وتمامها كما هو معروف. النفقة زكاة المال والزكاة المفروضة، ده اللي انت هتسأل عنه، الزكاة المفروضة إضافة لأنك هتسأل عن أولادك عيالك الذين تعولهم وأنت ملزم. دي زي دي بالضبط، بل في الأول يأتي في المرتبة الأولى الإنفاق على عيالك، المرتبة الأولى. على كثير من الناس لا يدرون أنه سيساب على نفقته على عياله. أمال إيه؟ ستساب إن شاء الله. طيب، ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك، اللهم إنا نشهدك أننا نصدق بكل ما جاء ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به صلى الله عليه وسلم تصديقا يقينيا، ونشهد ملائكتك وجميع حملة عرشك وجميع عبادك وجميع خلقك أننا نؤمن هذا الإيمان اليقيني. وما أنزل من قبلك، نشهد الله عز وجل أننا نؤمن بالأنبياء والمرسلين وما أنزل عليهم من عند ربهم عز وجل. وكل العقيدة التي كانت تعلمها كل الأنبياء ونزلت عليهم هي لا إله إلا الله نوح رسول الله جاء من عند الله، لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بد أن تراجع هذا الأمر وتتأكد منه. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، ما يكونش عندك شك أو ريبة في أمر من أمور الآخرة، أنت من تش مصدق تصديقا يقينيا، في خلل عن بقية الإيمان بالآخرة. لا، لازم كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أول، يعني كثير من الناس يعني اللي بتوع اللي بيستتفوا فلوس دول عندهم يعني رهان على ما يحدث، يقول لك لما ولا بصلي ولا بصوم ولا بيعمل حاجة، يقول لك يعني يا شيخ انت بتقوله هيحصل في القبر الكلام ده، ما بيحصلش، ما احنا بنروح ونستنط وما فيش حد بنسمعه حاجة. انهم يطمئنون انفسهم لان عندهم شك. لا، كل ما اخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من امر الاخرة نصدق به امنا به كله من عند ربنا. لازم تراجع هذه الصفات. الصفات دي يقول عنها ربنا أولئك أي الموصوفون بها على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. ما هو الإيمان بالآخرة من أركان الإيمان، والإيمان كله غيب، كله غيب. لماذا؟ لأنك أنت لو ركن من الأركان الإيمان كان أمام عينيك، هل يتسنى لأحد أن يكذب به؟ لو الملائكة نزلت على الأرض نملك إيه إلا أن احنا نؤمن بهم؟ اليوم الآخر مثلا، لو أي شيء، لو شفنا النار وشفنا الجنة، لو احنا اطلعنا كده وشفنا الجنة ودخلنا في غرفة كده وقالوا دي الجنة، في حد حيبطل صلاة ويبطل عبادة ويبطل دعاء ويتمنى الموت عشان يكون من اهلها؟ يعني الدنيا دي احنا مستريحين فيها ولا شقيانين ولا تعبانين ولا كلها امراض وكلها اوجاع وكلها الاخ بيضحك بقول ده انا كنت يعني اول واحد يفعل افعال الجنة. وهكذا لو ان احدا بس اطلع على يعني مليمتر كده والعياذ بالله من النار جاي في الدنيا، اساسا الدنيا كانت ولعت والعياذ بالله. فانا عايز نقول لك عظمة الايمان انه غيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتدح القوم الذي يأتون بعد الصحابة وهو قال لهم وانا بينزل الوحي علي وانا فيكم في وسطكم، إنما هو امتدح قوما يأتون بعد ذلك يفتحون الكتاب يفتحون المصحف ويؤمنون بما فيه، اللي هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون منه. فالإيمان عظمته أنه غيب، ولا بد أن تجازى على إيمانك بهذا الغيب. لازم تجازى خيرا بإذن الله، لازم تجازى خيرا بإذن الله. أولئك على هدى من ربهم
يعني الموصوفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق الذي من الذي رزقهم الله، والإيمان بما أنزل الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة وهو مستلزم للاستعداد لها من الأعمال الصالحة. واحد يقول لك أنا مؤمن بالدار الآخرة، طب يلا نصلم، أنا مؤمن بالآخرة ولا حيصل فيها، طب يلا نصلوا، ما يجيش يصلي، ما يصليش. يعني أنت مؤمن بالآخرة تقول له الإيمان ده فيه إيه؟ الإيمان ده فيه خلل. التصديق هو قول القلب، لا يحتاج لتصديق يقيني اللي هو فعل القلب وفعل الجوارح. التصديق اللي هو قول القلب تصديق بس لغوي، الإيمان التصديق باللسان وبالقلب، قول القلب، لأن عايز الإيمان التصديق اليقيني اللي هو أعمال القلب مع أعمال الجوارح. لابد أن لما تقول أنا مصدق يقينيا لازم يستلزم ذلك تحرك الجوارح للعمل بطاعة الله عز وجل، وإلا فإنها دعوة، دعوة لا يصدقك عليها أحد. لأن احنا مرينا في حياتنا وفي تجاربنا بزملاء لنا يقول كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة صح، أنا مصدق. طب تعالى صلي، والله ولا ركعة. يعني مرة دخل معنا يصلي، كانت حالة يعني دخل يتوضأ استحمى ما هوش عارف يعني مسكين يعني. طب ده تصديق دعوة، لأن التصديق ده تصديق التصديق اليقيني، الإنسان المستيقن ليس عنده شك، لابد هذا اليقين يدفعه إلى أفعال، فده علامة التصديق، ده علامة التصديق. هذا يستلزم الإيقان بالدار الآخرة، يستلزم الاستعداد لها بنوعين من الأعمال، أعمال في أفعال وترك، تعمل أعمال صالحة وتترك ما حرم الله عز وجل. أولئك على هدى، على نور، على بصيرة من الله عز وجل، على بيان من الله سبحانه وتعالى، وأولئك هم المفلحون. والفلاح هنا في الدنيا والآخرة. يقول ابن عباس في إسناد عن محمد بن إسحاق: أولئك على هدى من ربهم، على نور من ربهم، واستقامة على ما جاءهم به ربهم سبحانه وتعالى. وأولئك هم المفلحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا. هذا هو المفلح، أدركوا المفلحون، أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. هو ده، أنت بتطلب وبتهرب. المفلحون هم الذين يطلبون ويهربون، يطلبون شيئا ويهربون من شيء، فما طلبوا أدركوه وما منه هربوا نجوا منه. هذا هو الفلاح. فأنت إذا حصرت الفلاح في هذين الشقين ستفلح. ليس الفلاح في تكنيز الأموال ولا في العقارات ولا في الضيعات ولا في القناطير المقنطرة من الأموال، أموال في شولة، في جولة أموال، ليس هذا هو الفلاح. ليس الفلاح أن تعود مساء إلى بيتك وتسأل نفسك كم ألف جنيه سرقت وكم ألف جنيه كسبت والكلام ده كله، وتبقى فرحان أنك سرقت، والعياذ بالله. الفلاح هو الفوز بالجنة والنجاة من النار، إدراك ما طلبت والنجاة مما هربت في دنياك، أفعال وتركات بتفعل وبتترك. هذا هو الدين. قال ابن جرير: وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله لهم وتوفيقه لهم. لأنك لازم في كل لحظة بتستصحب، إذا وفقت في عمل تقول مين اللي وفقني؟ الله. مين اللي سددني وبصرني؟ الله. تحمد من على الطاعة؟ الله وحده. وتحمد من على ترك المعصية؟ الله عز وجل وحده. بل لا تنسى تماما أن
المهدي هو الذي هداه الله، وأن الذي وأن الضال هو الذي أضله الله، هو الذي أضله الله. وإلا لازم تبقى فاهم عقيدة القدرية دول، اللئام دول لازم تبقى بعيد عنها كل البعد وفاهمها كويس. بيقول لك إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وإن الإنسان مخير تماما ساعة ما يختار دي، الله علم اللي اختاره، علم الفعل بعد فعله. طبعا ده ليس مجال الخوض فيها، لكن دي عقيدة فاسدة، إن الله عز وجل قبل أن يخلق الإنسان كتب أهل الجنة في اللوح المحفوظ من هم بأسمائهم وأسماء أمهاتهم وآبائهم وأسرهم وعائلاتهم، وكتب من هم أهل النار قبل أن يخلقهم، وقبل أن يخلق النار. فلا أحد يستطيع ولا يمكنه أن يهدي شخصا أضله الله، كما أنه لا أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أو يمكنه أن يضل أحدا الله كتب له الهداية، لا يمكن، لا يهدي ولا يضل، إن عليك إلا البلاغ كما قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم. هنا بقى ابن جرير يعني حكى قولا عن بعض أهل العلم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى أقرب مذكور في الآيات، وهم مؤمنوا أهل الكتاب، كما على القول الذي يقولون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك دول أهل الكتاب، وبالآخرة هم يقولون أولئك، أي هؤلاء اللي هم أهل الكتاب اللي بيؤمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل إليك يا محمد، هم بقى اللي على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الخلاف اللي هو معروف، فأعاد بقى أولئك دي اسم الإشارة ده إلى أقرب إلى آخر مذكور، وآخر مذكور كانوا مؤمنوا أهل الكتاب كما هو معروف في الخلاف. وكنا احنا طبعا تركنا هذا الخلاف وقلنا إن هذه الآيات صفات لمين؟ لكل مؤمن. يقول ابن كثير: وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، ويكون مرفوع على إنه مبتدأ. تعال معايا بقى، طالما أنت هتقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون تتعلق بمؤمني أهل الكتاب، يبقى هتقول إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خلاص خلصنا هنا، تقوم تقول والذين، تبقى كأنك بتبتدي بقى حاجة جديدة بقى تتعلق بأهل الكتاب أهو، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى. يبقى الآية الأولانية كلها مبتدأ، أولئك على هدى من ربهم ولكم خبر، لا ماشي كده. ده لو احنا يعني هناخد الكلام، بس احنا الاخوه اللي بتهتم بالله المفروض ناخد كل شيء في التفسير، ودي واقوال، دي اقوال العلماء، ولكن احنا بناخد بالراجح ونعمل بالراجح ان شاء الله. واختار ابن جرير انه عائد الى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب واهل الكتاب، الحمد لله انه ماشي مع ابن كثير، لما رواه السدي بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى البعض قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، عائد على الصنفين مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب. وإحنا قلنا الترجيح ان دي صفه للمؤمنين عامه، يعني جميع الموصوفون بقول الله عز وجل يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبل وبالاخره هم يوقنون. كل هؤلاء اصحاب هذه الصفات المتلازمه مع بعضها، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. يبقى كلها هتقول كده ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مش كده؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، خلاص حرف جر في الآخر أهو، هدى للمتقين.
اللي هم مين؟ الذين كذبوا. وبعدين تقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، خلاص. وبعدين تقول إيه؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جملة مستقلة. يعني شوف هنا والذين دي اسم شرط محل رفع مبتدأ والخبر بتاع أولئك. بالظبط بالظبط بالظبط. سن يعني أورد ابن أبي حاتم في تفسيره حديثا بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ فنرجو، يعني نقرأ بيكون أشياء بتخلي عندنا رجاء، يعني زي ما انت عارفين الإنسان في حياته لابد أن يكون بين الخوف والرجاء، يعيش بين الخوف والرجاء. في حال الصحة يغلب جانب الخوف فيفعل أكثر، وعند ما يعني ما اقترب يعني غروبه يعني يأتي يعني لحظة الغروب أو ما قبل الغروب يغلب جانب الرجاء، جانب الرجاء أن يطمع وأن يثق وأن يتمنى ويرجو. فقالوا يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو، آيات رجاء، ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس، أو كما قال قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله تعالى المفلحون، أولئك هم المفلحون، هؤلاء أهل الجنة. قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلى قوله عظيم. هؤلاء أهل النار. قالوا لسنا هم يا رسول الله؟ قال أجل صلى الله عليه وسلم. الآيات الأولى تحدثت عن المؤمنين المتقين المفلحين. الآيات التي سوف نقرأها الآن تتحدث عن الكافرين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه بقى العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وليس أن الكفر باختيار الإنسان بدون علم الله عز وجل، والإيمان اختيار الإنسان بدون علم الله عز وجل. إن الله يشرح صدر من كتبه من أهل الإيمان، يشرح صدره للإيمان فيقبل. يعني لا يمكن أن يكون إنسانا قد كتب مهتديا إلا وهو يهيأ لهذا الاهتداء فيشرح الله صدره. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والصحابة سألوا ما معنى شرح الصدر للإسلام؟ قال لهم نور يقذفه الله في قلب العبد. فهنا بقى إن الذين كفروا، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لقد كتبتهم بقى كفارا، وسيفعلون أفعال الكفر ويختارون أفعال الكفر باختيارهم، لكن علم الله مسبق ولا لا؟ الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكل من هو من أهل الجنة كتب عند الله من أهل الجنة، ولما يولد ويبلغ ويعمل سيختار أعمال أهل الجنة. الله عز وجل يهدي من يشاء بمنه وفضله وكرمه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، لا يظلم أحدا ولا يجور على أحد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الآية دي هتعلمك العقيدة الصحيحة في المسألة دي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى أنت عليك أن تبلغ بس حتى لا تكون مقصرا. وأنا قد كتبت هؤلاء الكافرين كفارا قبل أن أخلقهم، وأعلم أنهم سيختارون بمحض إرادتهم الكفر وليس الإيمان. الكفر الذين كفروا غطوا الحق وستروه. ولذلك الزارع يسمى كافر، فلاح، لأنه يضع البذرة في الأرض ويغطيها. كمثل غيث أعجب الكفار
نباته الزراع، لأنه بيحط البذرة ويغطيها، اسمه كافر. فالكافر هنا غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله عليهم ذلك. اعرب بقى، سواء عليهم انذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال أيضا في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته. وقال أيضا المعنى: إن من كتب الله عليه الشقاوة، الكتابة هي مسبقة، بس من عدل الله عز وجل أنه لا يقدم لك ما كتبه عليك في اللوح المحفوظ يحاسبك به، إنما يقول: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ ايه؟ كتابنا، ولا اقرأ كتابك؟ اقرأ كتابنا الذي كتبناه عليك، ام اقرأ كتابك؟ ما مالك انت؟ يعني انا نقول لك تعال صلي، تقول لو كان كتب علي ان انا هنصلي كنت قمت صليت؟ هذا شأن المتكاسلين. الا تستطيع ان تقوم؟ قم معي، تعال صلي. هتصلي ولا لا؟ هل هناك احد يقيدك؟ انما ده شغل بقى ايه، شغل الناس اللي يعني اختلت عقائدهم والعياذ بالله. من قريش تقصد؟ من قريش كتير امن؟ ومن قريش هنقول قريش او هنقول اي انسان امن وهو كان كافر؟ هذا مكتوب في اللوح المحفوظ: كافر ثم يؤمن يموت مؤمنا. مكتوبة دي كمان، مين اللي قال لك مش مكتوب؟ خلاص. يبقى إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضل كتب عليه الإضلال فلا هادي له. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بلغهم الرسالة، فمن استجاب لك، احنا عارفين من اللي هيستجيب، فله الحظ الأوفر. ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وعن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا، شوف كلام ابن عباس بقى اللي هو الرأي الجميل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة. نسأل الله أن يكتبنا جميعا من السعداء. لا نؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. ده الكلام بتاع ابن عباس اللي ايه كلامنا بيتفق معه رضي الله عنه. وعن ابن عباس ايضا: ان الذين كفروا، اي بما انزل اليك، وان قالوا انا قد امنا بما جاءنا قبلك، سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. انهم كفروا بما عندهم من ذكرك، وجحدوا ما اخذ عليهم من الميثاق. ما هو قال هناك اسلام حدث وأنت في ظهر أبيك آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. آيات أنت عارفينها، هذه هي آية الميثاق، بس لا أحد منا يذكرها. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من آمن، يبقى هذا الرجل آمن وهو مثل الذر في ظهر أبيه، ثم آمن لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فصدق إيمانه هذا الإيمان اللي هينفعه، الإيمان الذي في ميثاق الفطرة ده. أما الذي كفر فعلم أنه كان إيمانه وهو في ظهر أبيه إيمان لن ينفعه ولن يصح، فلم يوافق الإيمان العملي، الإيمان وهو عاقل وهو بالغ لم يوافق الميثاق الذي أخذه الله عليه، فكذب بهذا الميثاق. يعني يعتبر الإيمان الأولي فطرة
نعم ميثاق الفطرة، وأنت في ظهر أبيك لا أحد يذكره. كل الله عز وجل استعرض كل بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. المؤمن اتفق الميثاقان، ميثاق الشرع ميثاق النبوة وتصديقه له مع ميثاق الفطرة، والكافر خالف ما العهد الذي قطعه على نفسه وهو في ظهر أبيه، خالف. ماشي؟ في الذكر الأول هو ده؟ لا في الذكر الأول اللوح المحفوظ، إنما هنا وهو في ظهر أبيه. من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول اللي هو في اللوح المحفوظ، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول، لأن لا أحد ضل في ميثاق الذر. كل من أخذ من ذرية آدم من ظهر أبيه قد آمن كله. ما الذي حدث؟ الإيمان لما بعث الأنبياء والمرسلون بقى، هناك من صدق إيمانه هذا إيمانه وهو في ظهر أبيه، وهناك من خالف والعياذ بالله. يقول ابن عباس إن الذين كفروا أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا أو تحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. نعم. وقال أيضا أبو العالية قال نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب، وهم الذين قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية أبي طلحة، ابن أبي طلحة أظهر اللي هي قالها ابن عباس، ليه إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم، حط تحتها خط اللي معاه كتاب، إن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. وقد ذكر ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو، مر علينا الحديث، ونقرأ فنكاد أن نيأس، فقال ألا أخبركم، ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء أهل النار، يعني هم الذين هم أهلها يعني. قالوا لسنا منهم يا رسول الله، قال أجل. وقوله تعالى نعم، وقوله تعالى إن شوف الآية بقى، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون يحتمل أن يكون لا يؤمنون خبر، يعني إيه؟ إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويبقى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة اعتراضية، مش إن الذين كفروا، مش إن دي حرف توكيد ونصب، مش لها اسم، إن الذين كفروا، فين خبرها؟ لا يؤمنون. ويحتمل أن لا يؤمنون جملة مؤكدة للتي قبلها، إن الذين كفروا، ويبقى الخبر كله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، بتؤكد سواء عليهم أأنذرتهم أم لم يعني إن الذين كفروا سواء، الخبر أهو، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تأكيد لهذا الخبر. وأنا أذهب إلى المعنى الأولاني، إن الذين كفروا لا يؤمنون، لا يؤمنون، كتب الله عليهم الشقاوة خلاص لا يؤمنون. أي نعم، ختم الله على قلوبهم، نعوذ بالله من الختن والران والطبع، نعوذ بالله من ذلك، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وتعف. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. عشان الوقف هنا أقصد عشان المعنى يتضح، إن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى الأبصار غشاوة، مش ختم، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فكأن على أبصارهم غشاوة مبتدأ ومؤخر، مبتدأ وخبر، بس الخبر مقدم، غشاوة على أبصارهم. يبقى تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم بغرض التأكيد والحصر. إن الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله أي طبع. لما تكونوا عايزين تقيموا الصلاة قولوا لي أخوان لسه، ولا نقف عند ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم؟ خلاص أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.